الدولار بعد عدة أشهر من التراجع واستمرار انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى وخاصة عندنا أمام الشيكل، بدأ الآن مرحلة الثانية المتوقعة وهي مرحلة الصعود، ويرجع ذلك لعامل رئيسي وأساسي وهو أن الفدرالي الأمريكي أعلن أنه سيتم رفع الفائدة خلال العام الحالي 2022 على 3 مراحل، وارتفاع سعر الفائدة فنيا يؤدي فورا إلى ارتفاع قيمة الدولار. ومن أجل هذا الإعلان تأثرت أسعار صرف الدولار أمام العملات في بورصات العالم بالارتفاع، ومن المتوقع في شهر 3 وهو الرفع الأول للفائدة من قبل الفدرالي الأمريكي، من المتوقع أن تقفز أسعار الدولار أمام العملات الأخرى بشكل واضح. ولذلك حتى هذا الرفع الأول سيكون هناك تصاعد تدريجي سيؤدي إلى استمرار مرحلة ارتفاع قيمة الدولار متأثرا بهذا العامل الذي ذكرناه وبالعوامل التي تنشأ عادة في مرحلة الصعود والتي تؤدي إلى نوع من المضاربات داخل البورصات أو بين الصرافين، تعتبر عوامل ثانوية مقارنة بالعامل الرئيسي الذي ذكرناه. ومن ثم نتوقع استمرار حالة الصعود طوال هذا الشهر وقفزها في شهر 3 بعد الإعلان عن الرفع الأول. تحدثنا عن 3 مراحل للرفع في شهر 3 وشهر يونيو وشهر سبتمبر، فمن المتوقع بنهاية العام يعني احتمال هناك احتمال واضح أن يصل إلى 4 شيكل، مدفوعا بعوامل أخرى عشان مرة تتعلق بطبيعة المضاربات والعوامل المؤثرة في الطلب والعرض في إطار قرار الفدرالي رفع أسعار الفائدة على 3 مراحل.